اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج غير مشفر. اليوم موضوع اللي راح نتناوله هو موضوع الصناعات او الصناعه او المصانع العراقيه وحالها اليوم، اللي هي الصناعه اللي المفروض في كل البلدان هي المقياس للتقدم في اي بلد كان. العراق اليوم يعد من البلدان اللي تعتمد في الاقتصاد على الاقتصاد الريعي، اللي هو اكو نفط نبيعه، يعني معناها اكو ميزانيه واكو موازنه، ماكو نفط ماكو لا ميزانيه ولا اكو موازنه، في حين الصناعه اليوم احنا تعتبر مؤجله هذه الثروه المهمه في العراق، واللي هي الصناعات والمصانع الموجوده الكثيره في العراق، لكن هي مصادر مؤجله الى اي وقت هذا غير معلوم. طبعا اتحاد الصناعات العراقية يقدر عدد المشاريع المتوقفة ب40,000 مشروع. 40,000 مشروع، هذا رقم يعني يجب الوقوف عنده، ومن هذه المشاريع 80% متوقف منذ عام 2003. حتى نناقش هذا الموضوع راح ناخذ تقرير ونشوف ان ارشد الحاكم مراسلنا وزميلنا شنو عد في هذا التقرير حول الصناعة العراقية، وراجعين. لا شيء من البضائع والسلع المختلفة التي غزت الأسواق العراقية تتعلق بالصناعة الوطنية، فالعلامات التجارية لهذه السلع والبضائع من مختلف البلدان وخصوصا من الصين التي تتربع على عرش السلع في هذا السوق. وهنا سؤال يطرح نفسه، الصناعة الوطنية بعد أن أصابها شلل تام، هل ستتعافى من هذا الشلل؟ وأين هم القائمون على الصناعة في العراق؟ عندما تفكر بشراء أي سلعة أو بضاعة وطنية ذات جودة عالية لا تجد ما تصبو إليه، خصوصا بعد غزو سلع من مناشئ مختلفة للسوق قابله إهمال كبير للقطاع الصناعي، الأمر الذي جعل السوق العراقية ترتهن بمنتجات دول مختلفة اعتاد المواطن على أسعارها الرخيصة وجودتها المفقودة. حضرتك صاحب محل لمختلف البضائع والسلع المستوردة بالتأكيد كلها، عندك صناعة وطنية؟ أحد يجي يطلب صناعة وطنية؟ والله هاي انتهت ويا النظام السابق، يعني ماكو أي جهاز من يحمل مواصفات عراقية، وذلك بسبب عدم دعم المسؤولين على هذا القطاع. القطاع شبه مشلول بسبب ناس لازمة الأماكن الرئادية بالصناعة، ونشوف ماكو صناعة بالعراق. طيب. انتهت. انت كل اللي عندك مستورد؟ كل اللي عندي مستورد. زين، اكو ناس تطلب صناعة وطنية؟ والله هواية يسألون، بس ماكو بضاعة. انا شعر الله اذا ماكو مصنع وموجود عندي بالمحل او بالشركات الصناعات العراقية منين اجيب لاني؟ يعني الصناعة الوطنية تعاني من مشاكل جمة كثيرة جدا، تعاني من المستورد. احنا اذا ردنا ندعم الصناعة الوطنية علينا اتخاذ اجراءات كثيرة، من جملتها تحديد المستورد، فرض ضرائب معينة، رسوم جمركية على المستورد، على المواد المستوردة اللي ممكن انتاجها بالعراق، يعني مو مواد ما ممكن انتاجها بالعراق واني افرض عليها رسوم جمركية، وهذا ما تم به يعني قانون التعرفة الجمركية. علينا إعادة الإجراءات بالتعرفة الجمركية وعلى جميع منافذ العراق بدءا من كردستان وانتهاءا بالجنوب. كاميرا قناة الرشيد تنقلت بين أكثر من معمل وشركة تابعة لوزارة الصناعة العراقية التي عاودت وبشكل خجول عمليات الإنتاج، إلا أن هذه المحاولات جوبهت بجملة معوقات أبرزها أن هذه المنتجات لم تجد لها مكانا خارج حدود المعمل واعتماد أغلب الشركات على التمويل الذاتي. هذه الشركة تعاني من معوقات أسوة ببقية الشركات الأخرى، ألا وهي التسويق. التسويق طبعا من المعضلات الصعبة اللي تعاني منها الشركة بسبب عدم حماية المنتج الوطني، إضافة لأنه توجد كميات كبيرة في المخازن لحد الآن مخزونة، يعني الطلب عليها قليل جدا بسبب منافسة البضاعة الأجنبية اللي تباع بها أرخاص بأسعار بخسة جدا. المواطنين يفضلون المنتوج الأجنبي، المنتوج الأجنبي يفضلوه لرخصة. الشركات العراقية حاليا ما تقدر تنافس الشركات أو التجار اللي يستوردون المواد. أولا البضاعة اللي تستوردها عبارة عن بضاعة هدئة ما مطابقة للمواصفات،
زين البضاعه عباها عن شكل جميل لكن كمواد مستخدمه كلها مواد سيئه وهديئه. يعني هو المفروض الدوله يعني تحمي الصناعه انتاج الوطني من خلال فرض جمارك، من خلال اجراءات اقتصاديه، فمع الاسف يعني الصناعه الانتاج المستورد هو انتاج رديء جدا، يعني ما ينافس الصناعه الوطنيه. طيب انتم كشركات وطنيه اثر عليكم؟ نعم نعم اثر بالفعل اثر. ويدعو صناعيون عراقيون الى التفاتة حكومية للقطاع الصناعي على غرار المبادرة الزراعية التي آتت اكولها، لما من شأنه رفع مستوى الانتاج وتقليص ظاهرة البطالة. سيطرة السلع والبضائع الاجنبية على السوق العراقية حالة استفحلت بشكل كبير بعد ان خسرت الصناعة الوطنية معركة المنافسة على ارضها نتيجة لغياب الدعم الحكومي وانفتاح السوق بلا رقابة أو سيطرة نوعية واستشراء الفساد الإداري والمالي في بعض المنافذ الحدودية، مما انعكس سلبا على الحركة الصناعية في العراق. ببرنامج غير مشفر، أرشد الحاكم، قناة الرشيد. شكرا للزميل أرشد على هذا التقرير، وأعتقد جزء من المعلومات اللي ذكرها أرشد صارت واضحة. اليوم احنا نشوف أيضا صندوق النقد الدولي تقديراته تشير إلى أن العراق يحتل الدرجة الخامسة عربيا في معدل البطالة اللي تبلغ 18%. طبعا تقديرات كثيرة وأكو إحصائيات كثيرة احنا ما نريد نذكرها كلها، لأن إذا نذكرها راح يصير إحباط كبير بالنسبة للعراقيين حول موضوع الصناعة والمصانع اللي هي متروكة أو بعضها يشتغل بطريقة خجولة أو بعضها مهمل أو مغلق. طبعا ويانا اليوم الضيف عبد الحسين الشمري رئيس التجمع الصناعي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الحسين. عبد الحسن الشمري. عبد الحسن، أول شيء رحب بك على حضورك اليوم ويانا. شكرا. قبل لنبدي بأي كلام من اللي محضري اليوم بطريقة مختصرة، شنو رأيك بالوضع الصناعي والمصانع العراقية اليوم؟ الحقيقة بعد 2003 وصدور قرار الجمارك 5% أعمار العراق، نعم، وفتح الحدود على مصراعيها للسلع الأجنبية أدى إلى تراجع كبير في الصناعة العراقية وعدم تحديد التجار الذين مخصصين للاستيراد، حيث بدأ كل من هب ودب يذهب إلى دول الجوار وإلى الصين وإلى الهند وجلب بضائع رديئة جدا، حيث أن العراقيين وضعت عليهم صفات في هذه الدول غير لائقة باعتبارهم يأخذون البضائع الرديئة فقط إلى العراق لرخص ثمنها أو لطلب سلع بمواصفات رديئة جدا من أجل منافسة المنتج المحلي. العراق الحقيقة كان يعتقد أنه البضاعة تدخل إليه مثل البضاعة اللي كانت تدخل قبل 2003 بمواصفات عالية وخاضعة للتقيس والسطر النوعية، ولكن الحقيقة لم تخضع إلى أي جهة رقابية إطلاقا. أكو غياب للسيطرة النوعية، غياب كامل للسيطرة النوعية، إلا هسه في هذه السنتين الأخيرة بدأ حضور خجول بصراحة جدا قليل عن طريق شركات أجنبية فاحصة وعن طريق فحص عن طريق السيطرة النوعية أيضا جدا قليل، لذلك لا زالت البضاعة الرديئة. وبالتالي الحادثة اللي صارت قبل حوالي شهرين في الناصرية، نعم، استيراد مواد غذائية منتهية الصلاحية أدت إلى موت عائلة كاملة، نعم، تسممها، هذا شيء يدلل على أنه الحدود مفتوحة على مصراعيها. إذا الحدود ماكو رقابة بيها راح تدخل، نعم، البضاعة هذه الرديئة ورخيصة الثمن، وبالتالي المستهلك ما يعرف هاي شنو النتائج اللي راح تترتب عليها. طيب. بالتالي أدى إلى عدم منافسة الصناعة العراقية لهذه المنتجات، مما أدى إلى غلق هذه المصانع أو عملها بنسبة. أول نقطة خلينا بما أنه تحدثت عن السيطرة النوعية، اليوم إيش قد تساهم وجود هذه السيطرة النوعية والمقاييس اللي تحدد؟ ما تشكل أكثر من 5% فقط على البضاعة اللي تنفحص اللي تدخل للعراق، ما تشكل أكثر من 5%. لو كانت موجودة مثل ما كانت قبل 2003 إيش قد راح تساهم في؟ صدقني لا يمكن لبضاعة مستوردة تنافس البضاعة العراقية. نعم. لأنه الآن أنت كشاب الآن أنت بنطلون كاسكو اللي كان ينتج في العراق، الآن أكو بنطلون لحد الآن استورد تاجر من هالنوعية، أو قميص RMC أو ببردة مثل الهلال اللي الآن تورث، نعم، أو مدفأة مثل علاء الدين،
وكثير من الصناعات الفرشات العراقية، كثير من الصناعات العراقية المحترمة المعروفة، وكل الإنتاج العراقي بصراحة كان خاضع للتقليص وسطر النوعية ومواصفات عالية. اليوم وين هذه المعامل اللي كانت المعامل تنتج؟ لأنه لا يمكن أن تنافس المنتج الأجنبي، وبالتالي العراقي قلت لك كانت عنده نظرة أنه المنتج الأجنبي أفضل من المنتج العراقي. لما وقع في هذا المطب خلال 10 سنوات غير رأيه. الآن خلي أضرب لك مثل حتى قريب على ذهن المشاهد أيضا. موضوع الاستيراد الكاش الموزائيك من تركيا، لما بدأ العراق يستورد من تركيا اكتشف العراقيين أنه من أردى النوعيات باعتبار رخيصة الثمن، وبالتالي عصفوا عنه. الآن التجار ما يجيبون الكاش التركي. راح نحكي على موضوع آخر. الآن عندك أكثر من 1500 معمل في بغداد تنتج الكاش الموزائيك، متوقفة بسبب الإنتاج الإيراني اللي يدخل بسعر رخيص بسبب هبوط العملة الإيرانية أو ضعف العملة الإيرانية، أدى إلى انخفاض السعر مما جعل التاجر العراقي يذهب إلى إيران ويجيب الكاش. الأصول على الحكومة العراقية أن تمنع استيراد بضائع منتجة بالعراق، إذا ما تمنعها فتضع عليها تعرفة جمركية عالية حتى يتوازن السعر، حتى يتوازن السعر، وبالتالي يجب حماية المنتج العراقي، لأنه ما ممكن موازنة تعيش على النفط فقط وعلى ريع النفط وعلى موارد النفط. نعم راح نكمل هذا الموضوع. ويانا الآن السيدة عالية صيف لجنة من لجنة النزاهة البرلمانية، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك ست عالية، حضرتك بلجنة النزاهة، وأعتقد أنتم دوركم الرقابي يحثكم على النظر لجميع الوزارات ومن ضمنها وزارة الصناعة. شلون تشوفين اليوم وزارة الصناعة وشنو اللي لمستو من إخفاقات موجودة في هذه الوزارة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله وحيا ضيفك الكريم وحيا مشاهدي قناة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. حقيقة التركيبة البنيوية العملية السياسية التي فرضت نظام المحافظة ولدت وزراء لم يكونوا لديهم قدرة على إدارة وزارة الصناعة بشكل صحيح. نعم. وبسبب عدم كفاءة المدير الذي يستلم هذه الوزارة سواء كان في الولاية السابقة أو في الولاية الحالية. طيب. الوجهة في كلمة تشكيل ست عالية صوتك مو واضح. ست عالية أرجوك، إنه ما أعرف المكان تغيري. الصناعة فشلت في أن تنهض بالصناعة العراقية، عدم وجود قدرة على إدارة الصناعة العراقية في الأسواق العراقية دليل على فشل الوزارات. نعم. العراق متقدم بشركاته في صناعة اليوريا والأمونيا كأسمدة. اليوم العراق يستورد، أنا أعطيك مثل بسيط، اليوم العراق يستورد هذا المنتوج من الخارج، في حين كان المصدر الأول في الشرق الأوسط لهذا المنتوج، وهذا بسبب فشل وزارة الصناعة في إدارة شركاتها. نعم. لدينا 250 شركة في العراق، لا يوجد شركات رابحة في هذه الشركات أو عاملة سوى 13 شركة، حتى 13 شركة اللي أنا أحصيتها هي شركات تغطي نفقاتها فقط بأرباح بسيطة وليس بشركة رابحة. نعم. لذلك هذا يؤثر بشكل واضح بأن الصناعة في العراق تدخل في مرحلة ما بعد التركيز. طيب. بسبب الفساد وبسبب ست عالية، ست عالية إذا تسمعيني، أول شيء صوتك يعني مواضح، ما أعرف شنو السبب. غير المكان. إحنا راح نعاود الاتصال أيضا ست عالية. مثل ما ذكرت ست عالية نصيف وهي من لجنة النزاهة في مجلس النواب. اليوم الوزارات، وزارة الصناعة كأنه بعيدة كل البعد عن العمل الصناعي وتطوير الصناعات، ونشوف المعامل العراقية اللي كانت سابقا من أفضل المعامل اليوم والمصانع ما موجود إلها أي أثر. برأيك اليوم التمويل الذاتي إيش قد ساهم في سلبا أم إيجابا؟ شنو الخلل يعني؟ الحقيقة وزارة الصناعة لحد الآن لم تعمل بشكل واضح مع القطاع الصناعي سواء العام أو الخاص، لأنه العام يعتمد على الدولة وموازنة الدولة، وبالتالي نعم. على القروض اللي يأخذها من مصرف الرافدين والرشيد من الكتلة النقدية الموجودة لديهم. أما القطاع الخاص فليس لها أي دور في هذا، سواء موضوع التنمية الصناعية اللي هي الآن في هذه السنة يعني في السنة الماضية 2013 رفعت أسعار الرسوم على الصناعيين، وبالتالي عزف كثير من الصناعيين من المراجعة إلى التنمية الصناعية.
ولا يوجد أي دور إلى وزارة الصناعة في مجلس الوزراء من أجل دعم الصناعة العراقية وخصوصا القطاع الخاص. ست عالية تكلمت على فقط موضوع شركات القطاع العام. نعم. احنا اعطينا عده حلول الى شركه القطاع العام، اما انه استعمال طريقه الحوافز مثل ما كان سابقا او تمليك جزء منها الى الموظفين، وبالتالي حتى يكون الموظف رقيب على يمنع الفساد المالي والاداري، وبالتالي سبب خساره القطاع الصناعي العام في المرحله ما بعد 2003 هو كثره العاملين، حيث ان الشركه اللي بيها 1000 عامل اصبحت 5000 عامل. نعم. هذا الكم الهائل من الموظفين، هل 5000 عامل ياخذون راتب؟ كلهم ياخذون رواتب، والإنتاج ما ينباع لأنه الإنتاج غير قادر على المنافسة، لأن كل فعالية تصبح بالحالة. نعم. ثم ماكو حوافز للموظف الموجود في هذه الشركات، حيث أن إذا عمل أو لم يعمل فهو يأخذ راتب. نعم. إذن إحنا القطاع العام منتهي، سواء عندك 16 شركة، قالت ست عالية قالت 13، هي 16 شركة رابحة فقط، وربحها أيضا بسيط، يعني سد مصاريفها وتنطي للدولة مبلغ. نعم. معين، لكن القطاع الخاص اللي هو يعتمد على يوفر فرص عمل للعاطلين. نعم. يوفر بضائع للناس، يقضي على الفقر، هذه المعامل اللي تعد بأكثر من في اتحاد الصناعة مسجلة 36,000 معمل، وفي التنمية الصناعية مسجل 35,000 معمل، لكن هذه المعامل كلها موجودة على واقع الأرض الآن، غير موجودة غالبية أكثر من 50% منها غير موجود، والتي تنتج لا تزيد عن 5-7% فقط. طبعا. لأنه لا يمكنها منافسة المنتج الأجنبي الواردة للعراق، وبالتالي وبالأخص دول الجوار اللي انهارت عملها المحلية أدى إلى انخفاض أسعار بضائعها. طيب. وبالتالي تصديرها للعراق بأسعار بخسة. نعم. إضافة إلى مواصفاتها الرديئة، هذا أدى إلى منافسة الصناعة العراقية. إحنا بحاجة الآن إلى حل جذري، أنه يجب تقليم. نعم. القطاع الصناعي من جديد، وهناك مبادرة صناعية على الأمر الديواني 404، ولكن لحد الآن لم تفعل، صدر في نهاية عام 2013. نعم. إحنا بحاجة لمبادرة تفعل، هذه المبادرة أسوة من المبادرة الزراعية، وبالتالي دعم القطاع الصناعي ووضع شروط صارمة على المنتج المستورد خصوصا. طيب. المنتج في العراق. خلينا نشوف ست عالية، ست عالية إذا تسمعيني. نعم أسمع. بعض الشركات اللي تابعة لوزارة الصناعة، طبعا ما يريدون يذكرون اسماءهم، ما اعرف شنو السبب، يعني هذا التخوف من الاعلام بالنسبه لوزاره الصناعه كبير جدا. بعض الشركات يقولون احنا عندنا انتاج جيد جدا، لكن ماكو تسويق يساعدنا على الانتاج وزياده الانتاج والارباح اللي ترجع من زياده الانتاج. شنو السبب ومنو المسؤول عن هذا التسويق؟ يعني الوزاره نفسها لو بعض الوزارات؟ نعم انا سمعت جزء ما ذكرها ضيفتي الكريم. نعم. انا اسال سؤال، هذه الشركات هي نفس الشركات اللي كانت في النظام السابق؟ ما لو كانت هذه الشركه تدفع رواتب الموظفين وكان هناك عمل زي مو مالي عمل هذه الشركات؟ نعم. في حين اليوم طبعا انا اعطيك مثلا بكل صراحه، شركه الاسمده الشماليه الموجوده في بيجي، يعني انا ما اقول لك انت لا شمال ولا جنوب، هاي في وسط العراق. نعم. هذه الشركه موظفينها صارت لم تشهر ما مستني رواتبهم، ليش؟ لأن هذه الشركات تعطفها إلى مستثمر عن طريق الفساد المالي والإداري، يعني يوم يجي وكيل وزير صناعة يعطي هذه الشركات لأصحاب شركة، يعني يكون شركات ناس مبتدئين، ما يعمل على يعني تيمومة هذه عمل هذه الشركة. نعم. ولا يعمل على يعني القيام ب، يعني اكو نص بالعقد يقول هذه الرواتب الموظفين تدفع من المستثمر. نعم. هو يتكاسل من دفع رواتب الموظفين، وبالتالي الموظفين عندما ما تدفع رواتبهم بالتالي يتكاسلون امام العمل، يعني. طيب. عمليه التزام ما بين الطرفين. طيب. بالتالي اكثر الشركات اللي تحول، ولقيتها كانت عن طريق الفساد، وصيتك احد الشركات اللي اشتغلت فيها، هاي الشركه هي كانت يعني مصنفه بالشرق الاوسط لانتاج اليوريا والامونيا. هذه الشركات اليوم اصبحت مستهلكه، والعراق فقط متى يستورد؟ يعني 1300 موظف صار لهم 8 اشهر المستثمر ما ينطيهم رواتبهم، واليوم اخذوا يمتهنون ذكرتها مره عن 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 طريق تحريركم، يمتهنون مهن خطيره يعني تسيء لاهميتهم. نعم. نتيجه عدم التزام المستثمر بالدفع. ست عالية خليني اجاوبها. نعم. ست عالية اكو اجابه، اكو اجابه من الاستاذ عبد الحسن. نعم. نرجع لك ست عالية، اذا تسمعيني ست عالية،
استاذ عبد الحسن عنده مداخله ويا حضرتك، لكن خلني نشوف، اعتقد اكو مواطن اتصال. علي من النجا، خلينا نشوف علي. اهلا بك علي. قطع الاتصال، شنو المداخله استاذ؟ الحقيقه الموضوع اللي حكيت عنه مال الشركه هذه اللي بدافع رواتب المستثمر بدافع رواتب، نعم. انا استغرب من الحكومه العراقيه ان تعطي الشركات هذه العملاقه الى مستثمرين اجانب. ماكو ضروره لهالموضوع. بدل ما تنطيها الى مستثمر اجنبي، ان تحمي صناعتها، راح اضرب مثل بسيط جدا. نعم. الشركه العامه للزيوت النباتيه. احنا نستورد البطاقه التومينيه، لكن قول لي الشركه العامه للزيوت النباتيه لما تنتج الزيت بانواعه والصوابين بانواعه والتايد بانواعه، لماذا لا تشتري منها وزاره التجاره وترغم على الشراء منها، وبالتالي دعم البطاقه التومينيه من خلال الشركه العامه للزيوت النباتيه اللي هي شركه عملاقه ومعروفه بمواصفاتها العاليه، بينما يجيبون مواصفات من الخارج من عن طريق تجار اقل مستوى ومستوى رديء جدا، وبالتالي تدمير، هذا تدمير للصناعة العراقية بصراحة. أما أنا أجيب مستثمر، إن عندكم 71 معمل في وزارة الصناعة وهي معروفة طبعا، نعم. 16 منها ناجحة والباقي خسرانة، نعم. أجي أعالج أشوف هاي إنتاجها شنو، وبدي أمنع استيراد المنتج من هذه، يعني معقولة شركة باتت تستورد أحذية من الصين وبالتالي الآن كميات هائلة باقي عندها، مثل قلت بيحب دولار واحد الحذاء الواحد، نعم. معقولة شركات النجف مثل الألبسة وغيرها الآن هي ما تنتج وإنما تستورد من الصين؟ هذا مو صحيح. الأصول أنا أحمي الإنتاج، ما معقولة أنا أجيب يعني إنتاج من شركة الصين. هي شركة العراقية أيضا تستورد من الصين، اضطرت لأنه مثلا حتى وزارة الداخلية من تطلب منهم بضائع مثلا ملابس العسكريين أو حذاء العسكريين يبدون يستوردوها من الصين ومن دول الجوار أو من تركيا أو من إيران أو من الهند، نعم. هذا مو صحيح. الأصول أنت عندك قطاع إنتاجي، أنطي حوافز، ما أخلي فقط على الراتب حتى يتماهل بالإنتاج، أقول لك 50% من الأرباح لتحققها الشركة توزع على منتسبي الشركة، وبالتالي سوف هذه الشركات تصبح الموظفين فيها هم رقابة على الإدارة ورقابة على البيع ورقابة على الإنتاج، وبالتالي نحفظ شركاتنا ونوسعها، وبالتالي ندعم المنتج المحلي ونخلي العاملين الموجودين بيها بدل ما بيهم 5000 نجي نحيل جزء منهم على التقاعد، لأن ما تتحمل الشركة هذا الرقم الهائل، والباقيين يبقون بحوافز ورواتب جيدة والمنتج المحلي. شركة باتتان جهز العراق بالكامل، هي وشركة دجلة وإنتاجها يغطي كل العراق اليوم الان، نعم. شركه باتت تستورد. خلينا نشوف محمد من ديالى. اهلا بك محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله محمد. شلونكم؟ اهلا وسهلا بك. بدايه كلامي احنا نشكركم على برنامج، بارك الله فيك. اهلا وسهلا بك، اشكرك. انا اخوك موظف باسمده بيدي على الصناعه والمعادن. نعم. احنا بدنا نحكي بيكم تقريبا فتره رواتب ما نسميها وذول المستثمر في العقربنا والله العظيم. زين، شنو انتم صار كم شهر ما مستلمين راتب؟ تقريبا من شهر 26/11 المعمل وقف صار بمثل جهاز، نعم. يعني صار تقريبا اكثر من 7 اشهر وعلى ضوء المستثمر ما قام يعطينا رواتب والله. زين، شنو المستثمر هذا دوره شنو؟ هذا طلع بالوكيل والبير الاخت الفاضله على صيفيه حكت علي بفتره، نعم. فهذا اسمه صهيب ابن وكيل الوزير، نعم. على ضوء انا يعني بالنسبه لي دوم محافظات انا يعني بدياله وهي قاعده في بيدي صار 20 سنه، نعم. 20 سنه عندي خدمه انا محافظ دياله ساكن بس دوامي بيتي هناك. طيب والمستثمر شنو دوره؟ هذا شو سوى المستثمر؟ المستثمر هو موظف احنا اسمه قبل على الدوله بعد 2008، نعم. قال مستثمر شلون يطور المعمل ياهله هالشكل، راح يصير فيكم سكن جيد هناك، نعم. صارت شغله بالعكس اي والله حيلك زين، وهاي رواتبنا قصر شغله من اول يعني كل كفه يشرطون راتب واحد. طيب والمستثمر المستثمر وين راح؟ المستثمر موجود حاليا؟ حاليا هو لا مو موجود، بس اللي فهمته بانه هو بعمان عنده هناك يعني شركه مصغره حتى الناس يعني كذا، نعم. مواطنين بسيطين موظفين. طيب طيب فما دا انا شلون تصير باذن الله ان شاء الله حتى زينه يعني حرب هوايل، فما نعرف لا احد يصيرنا لا احد يعطينا رواتب بصوره صحيحه، وهاي نعم. باقيين بين مطلق والسجان امام كاميرا رسوله، نعم. والان صار لكم 8 اشهر ما مستلمين راتب. والله يا ابن الله هو 4 اشهر مطلع بعدين من حكت لقط على صيد بارك الله بها نوصلنا راتب بعدين نطلع راتب هيجي ففار تقريبا 5 اشهر مستلمين مال 4 اشهر يعني احتكاك اكون صادق وياك الواحد ما يكذب، نعم. فاربع اشهر تقريبا مستلمين هذا التطور اللي صار يعني هذا يعتبر تطور باعتبار صار عندكم مستثمر فصارت الرواتب قلت.
بسبب المستوى. بالعكس استاذي العزيز يعني هذانا غير نحو الاحسن والافضل. نعم. عملنا ما شاء الله خير من الله حديث يعني انت سنه 90 اشتغل يعني مو قديم على عشان اختاروها بال 2001 افضل معمل بالشرق الاوسط كله الانتاج مالنا. هاي بال 2001 اي نعم هو كان وكيل وزير كان حجي محمد بن هو زين. وكيل مجلس حاليا موجود. واليوم اليوم انتاجه شلون المعمل؟ متوقف. والله واقف المعمل هو جهاز يطلق رواد. زين المستثمر شنو لعد؟ لعد هذا المستثمر المن جاي؟ هذا المستثمر المن جاي؟ المفروض يا اهل المعمل هو المعمل قلت لك هو من ال 90 نساء. نعم. المفروض هو عنده جهاز عاطل او في مشكله اهله يصلحه يغيره هالشكل. نعم نعم نعم. فهل تبي نعاني والله هالمعاناه؟ شكرا لك شكرا لك والرساله واضحه جدا. ونرجع لست عالية. ست عالية تسمعيني؟ نعم اسمعك. اعتقد سمعتي الكلام. نجاتي وانت اصلا انت ذكرتي هذا مؤكد عيش في اوراقي. زين زين لجنة النزاهة شنو دورها يعني؟ يعني اذا هيك اكو اشياء تصير يعني وانتم دا تعرفون يعني شنو دورها شنو لجنة النزاهة اذا هذا العمل ما تقوم باي شيء؟ في لجنة النزاهة يعني اليوم صوتك شوف مو واضح عالية. هي شركة الأسمدة الشمالية. نعم. وجهت 30 سؤال إلى وزارة الصناعة عن فشل الصناعة في العراق وعن سبب إخفاقاتها وعدم تأهيل هذه الشركات. تعطل هذا الاستقطاب في مجلس النواب وأنا لدي الوثائق والقرائن التي تؤكد وجود فساد من قبل وكيل وزير الصناعة الموجود محمد العاني. أثر العقود تدفق إلى ابنه وهو مستثمر وهو احد المساهمين وهو احد الشركاء وهو المعطل الرئيسي بالتضخم مع الوزير. نعم. في تحسين الصناعه العراقيه في العراق. هذا شوف يتحايلون على الدوله باخذ ديون من الدوله، يعني انا لاكثر من مره في وثيقه موجوده عندي طلبوا من 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 وزاره الماليه 40 مليار من اجل تاهيل احد الشركات، في حين باعتبار ان الدوله مديونه، في حين الدوله اصلا غير مديونه. وقاموا دعوة أمام المحاكم وردت هذه الدعوة بأن الدولة ما مديونة، يعني يتحايلون بشتى الطرق للمفترض الدولة صحيح تدعم هذا القطاع وتعطي أموال، ولكن الدولة بمرتين، مرة نقطة 176 مليار دينار من أجل التأثير، ولكن هذه الأموال تروح إلى هؤلاء تستثمر بعملية احتيالية بمساعدة درجات وسطى في الوزارة. نعم نعم. خلينا نشوف استاذ عبد الحسن مداخلة. نعم تفضل. الحقيقة أنا أسأل الست عالية سؤال مهم جدا، وهو الآن لما الوزارة ما تعمل بهذا الشكل غير ترفع لها البرلمان لرئاسة البرلمان، هي تقول أنا رفعت ايه هذا جانب. الجانب الآخر الاهتمام بالقطاع الخاص وينه اللي هو أس التطور والتقدم في كل بلدان العالم. نعم. الحقيقة الآن خلي أذكر لها معامل للقطاع الخاص أنواع معينة، مثلا معامل النسيج في الكاظمية اللي تنتج أرقى أنواع النسيج، ولحد الآن إيران بعظمتها الآن صناعتها الراقية ما تقدر تنافس الفوطة اللي تنتج في منطقة الكاظمية من معامل النسيج الكاظمية وكل القطاع الخاص. نعم. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه ماكو دعم لهذه القطاعات في التصدير، بحيث انه اصلا المعامل هذه اللي تحكي عليه هذا المخازن مليانه المخازن لانه ما يحق له يصدر. نعم. نعم. بينما البضائع مالته مطلوبه خارج العراق. احنا دا نعاني من مشاكل كبيره جدا بين وزاره الصناعه وبين وزاره التجاره وبين الجمارك. الان انت الان عندك اذا فيما اذا تحسنت الكهرباء وين تودي المولدات الموجوده بالعراق؟ هذه كم الهائل من المولدات غير تسوي لها اعاده تصدير حتى تجيب. يعني انا مثلا ابو معمل عندي ثلاث مولدات مثلا من المعمل، اصدر منهم اثنين واخلي واحده ايضا تجيني كهرباء ما تصير يعني تجيني يعني المهم احنا نقول عسى وان. نعم. زين شركه الهلال الصناعي اللي تنتج مبردات وتنتج واير لحيم اوكي اللي من ارقى انواع الاسلاك اللحام. نعم. الان احنا نستورد الصيني، حتى لو الكلفه تكون اعلى بالإنتاج على الدولة أن تدعم هذا الإنتاج وتدفع نسبة 20% مثل. نعم. ما تعمل تركيا وإيران والصين كل الدول تدفع. كل الدول تدفع. حتى العراق سابقا كان يدفع دعم. نعم. التصدير يسموه. نعم. تدفع للمعمل نسبة فتلا 20% حتى يصبح ينافس الأجنبي، وبالتالي نوعية راقية جدا. لماذا نستورد كم هائل وكبير جدا من المبردات الإيرانية ومعمل الهلال من أرقى المعامل بالشرق الأوسط بصراحة. نعم. وفول أوتوماتيك
الآن هو ما ينتج إلا يجون القطاع الخاص يشغلوه يطلبون منه 1000 مبردة أو 500 مبردة أو 200 مبردة. هذا مو صحيح. الأصول إحنا ندعم القطاع الخاص حتى نوفر فرص عمل. الآن كيف عندنا جامعات خارج خريجين لكن هل موجود إلها فرص عمل؟ ما موجودة لأنه المعامل كلها متوقفة. الآن اطلع المنطقة الصناعية في الكمالية، اطلع المنطقة الصناعية في العبيدية، اطلع البو بالشام، اطلع الوزيرية اللي صارت مخازن، اطلع الجميلة اللي تحولت عبارة عن مخازن تجارية، كل المعامل معامل أردحت على معامل البسكت. الآن إحنا نستورد معامل يعني نستلم شتى الأنواع وبسكت شتى الأنواع، حتى البسكت اللي صارت عليه ضجة اللي هو المدعوم اللي طبيا. نعم. هذا حتى ممكن إنتاجه عند معامل عراقية وكانت تنتجه سابقا المعامل العراقية. لماذا نستورد إحنا كل هالبضائع ومعاملنا متوقفة والآن أصبحت ركام تباع المكان العراقي اللي قيمة المعمل مليون ومليون نص دولار ينباع بالكيلو، يصدر حديد حال الحديد العادي أو يصهر مرة أخرى. هذا مو صحيح. الأصول على الدولة أن تنتبه وخصوصا لجنة النزاهة النيابية الآن. نعم. اللي موجودة عليها أن تنتبه للقطاع الخاص. يعني أنا عدة مرات كتبت إلى الست عالية الصيف أن ألتقي بها باعتبار أنا رئيس تجمع صناعي وصناعي وحتى نقول لها معاناة المعامل القطاع الخاص. صدقني ألتقي بها ما قادر أحصل منها جواب. أنا الأمل أنه البرلمان القادم يتجه إلى القطاع الخاص الصناعي الخاص لأنه لا بد لكل دولة هوية. نعم. وهوية كل دولة صناعتها. الأزمة المالية العالمية اللي صارت في أمريكا وصارت في العالم الأوروبي كلهم دعموا الشركات الكبيرة. نعم. والصغيرة ودفعوا مليارات الدولارات إلها من أجل خلينا نشوف ست عالية والعراق كان تسمح لي والعراق كانت هوية. نعم. عنده عراقية. الصناعة العراقية كان يتمنى الخليج ودول الجوار أن تكون صناعتها بمستوى العراق. هذا معروف للكل وست عالية أعتقد أيضا تعرف بهذا الشيء. ست عالية الآن السؤال لحد الآن ما جاوبتني إياه بطريقة كاملة. يعني لجنة النزاهة إذا تسمعيني. نعم. لجنة النزاهة شنو كان دورها؟ شنو كان عملها أثر هذا الإخفاق وهذا الفساد اللي موجود؟ أستاذ العزيز، دور لجنة النزاهة دورها رقابي. نعم. وبالتالي ليست عملية يعني صحيح من دور مجلس النواب تشريع القوانين، ولكن نحن نتكلم على الاختصاص الحصري. نعم. لجنة النزاهة هو الدور الرقابي. نعم. نحن في لجنة النزاهة وأنا أحد أعضاء هذه اللجنة جمعنا كافة الوثائق المتعلقة بالفساد المالي والإدارة. نعم. التي هي أحد الأسباب المعطلة للصناعة في العراق وقدمنا فيها استجواب إلى رئيس مجلس النواب شنو اللي صار؟ هذا السؤال طالبنا فيها في ربط الأدلة والوثائق لكل سؤال قدم والتي هي عبارة عن 30 سؤال ربطنا الوثائق والمستندات مرة أخرى وقدمناها إلى رئيس مجلس النواب لكنه لم يفتح مجال لإنتقام هذا الوزير مما أدى. نعم. بنا إلى إحالة كل هذه الملفات إلى هيئة النزاهة واليوم هذه الملفات موجودة في هيئة النزاهة وتم تشكيل لجنة تحقيقية داخل هيئة النزاهة لهذه الملفات لكي تحال بعد ذلك مع منو؟ يعني ما تقصد مع منو؟ يعني ويا من اللجنة التحقيقية صارت؟ لجنة تحقيقية في داخل هيئة النزاهة يعني مو لجنة تحقيقية في لجنة النزاهة في هيئة النزاهة لدى القضاء حلت ملفات أرجعها إلى هيئة النزاهة هي المسؤولة على اتخاذ الإجراءات التحقيقية والقضائية في هذا يعني لحد الآن ما وصلتوا لوزارة الصناعة وحاورتوهم على هذه القضية؟ احنا نحاورهم عبر الطرق القانونية اللي رسمها أنت النظام الداخلي والدستور في مجلس النواب. نحن طالبنا باستجواب وزير الصناعة ورئيس مجلس النواب عطل هذا الاستجواب بشكل علني ولحد انتهاء جلسات مجلس النواب لم يوافق على هذا الاستجواب. طيب مفيد بداخل أيضاً. طيب. ست عالية خلي نشوف أستاذ عبد الحسن. أنا الحقيقة ست عالية أتمنى عليها هي قريبة من رئيس الوزراء جداً وأعتقد هذا الموضوع حتى موضوع وزارة الصناعة خلي نتجاوز ونعتبر وزارة الصناعة غير موجودة في العراق. إحنا كقطاع صناعي خاص أنا أتمنى على ست عالية أنه نلتقي بيها ومن هذا البرنامج أنا أطلبها وتوصلنا رئيس الوزراء حتى نحكي له معاناة القطاع الصناعي العراقي وبإمكانه بقرار واحد مجرد يخسر ورقة قيمتها دينار واحد من أجل إنعاش القطاع الصناعي وأنا مستعد أن أنطيها كل الدراسات سواء في دعم القطاع العام أو القطاع الخاص. نعم. ونلتقي أنا وتليفوني موجود يمكم وموجود تليفونهم وخلنا نلتقي ونسوي أكيد. نلتقي برئيس الوزراء بس ما يلتقي لي لا بالجهات اللي التقي بيها ولا بهيئة المستشارين لأن إحنا بدنا نوصل هيئة المستشارين ما قدرنا نوصلها. إذا هي تقدر تسوي لنا هذا اللقاء أنا مستعد أن أجيب لها صناعيين ويحكون معاناتها وأسوي لها جولة. نعم. في المناطق الصناعية وشوفها سواء قطاع عام أو قطاع خاص إلى أي مرحلة وصل من التدني. نعم. وغلق المعامل والمصانع اللي كانت تضرب بها المثل في العراق. إذن إحنا حرصنا على العراق
وهويتنا الصناعيه يجب ان تعود مره اخرى للعراق، واعتقد هي تتحمل جزء طيب. كبير من هذا الجانب، لانه هي في هيئه النزاهه مهمه جدا. هذا اللقاء ان شاء الله راح يتحقق ان شاء الله بالايام القادمه، وست عالية اعتقد انت موافقه على هذا اللقاء بالاستاذ عبد الحسن. ان شاء الله ليش لا، ما دام دي مصلحه بلد ليش اكيد لا. ان شاء الله، واحنا راح نساهم يعني بتحقيق هذا اللقاء، وحتى يعني توصلون الى نتيجه ان شاء الله. لكن خلينا نرجع لموضوعنا اليوم، هذه المعامل اللي نذكرها دائما المهمه، واللي نقول عليها هذه المعامل هي اللي تصدر وانتاجها المفروض يكون ازيد من حاجه البلد. اليوم اكو اسباب يذكرها البعض انه التمويل الذاتي، اكو اسباب البعض يذكرها مثلا الوقود ما موجود، ما متوفره الكهرباء، ما متوفره هذه الاشياء، ما ممكن معالجتها اليوم في حتى تحقق هذه المعامل الانتاج المطلوب. الحقيقه مو كل ما يقال هو حقيقه. نعم. يعني الان افرض احنا ما عندنا كهرباء، يعني المعامل تقعد ما يصير. نعم. المعامل تبدا تنتج، لان اكو مولدات واكو انتاج، تضاف كلف بسيطه عليها، بس مقابل هذا ايش يصير؟ مقابل هذه الكلف يجب ان توضع رسوم جمركيه على البضاعه الداخليه المشابهه لهذه البضاعه. نعم. والا انت ما معقوله يعني الدوله الان بدها تصرف على الكهرباء مليارات دولارات، دخلت تنطي للقطاع الصناعي الخاص والقطاع العام مليارين دولار سنويا، بس بلجنة بلجنة صناعية موجودة أما مع وزير الصناعة أو مع دولة رئيس الوزراء أو مع البرلمان توزيع هذه المليارين. الحقيقة راح نبني صناعة وطنية عالية جدا ومتقدمة جدا، لأنه أغلب القطاع الصناعي ما محتاج إلا يأخذ تمويل. الآن بدأ يطالب بالتمويل، لأنه الآن أكو قسم من المعامل خطوطها الإنتاجية أصبحت متقادمة، يراد لها تحسين. مثلا المواد الغذائية، تدري المواد الغذائية تتطور معاملها، أما إحنا كمعامل تعتمد على الحديد وحدادة وصناعة وسخانات ومبردات وغيرها، ما صار بها تطوير أكثر من التطوير الموجود بها سابقا بالثمانينات. نعم. إذن إحنا مو كل شيء نحكي عليه، إحنا بحاجة إلى قرار ديواني من رئاسة الوزراء. يعني أقصد هذا العذر، هذه الصناعة، هاي الحجة شنو؟ هذه صدقني هذه الحجة، سوريا دولة كانت لحد عام 2000 ما عندها كهرباء تنطي المعامل، كل المعامل تنتج عن طريق المولدات وبالتالي تصدر للعراق. ترى هذه حجة، بس إحنا لأنه تجيك البضاعة رخيصة من الخارج ورديئة النوعية، بينما أنا الآن مبردة، خلنا نضرب مثل المبردة، نجي على المبردة، مبردة الهلال أعتقد ببيتكم صرفت 25 سنة، لكن المبردة الإيرانية الآن بدنا نشتريها من السوق، والمبردة السعودية ما تقاوم أكثر من 5 سنوات، أيهما أفضل؟ فرق هاي عن هاي 10,000 دينار و20,000 دينار، مو أفضل الهلال؟ ليش من نطل الهلال 50,000 دينار الدولة تنطيهم على كل مبردة ينتجوها، وبالتالي تباع أرخص من هذه المبردة الأجنبية وإيقاف الاستيراد الأجنبي. كذلك معامل خياطة، كم معمل خياطة موجودة في بغداد؟ 4,000 معمل خياطة، كلها متوقفة على الإطلاق إلا من عاد الآن قسم منها هي والسراجة بسبب الحرب الموجودة في داخل سوريا. نعم. أدت إلى توقف المعامل في سوريا، بدت هاي المعامل تنتعش وبدون الحاجة إلى الدولة. ليش الآن كل معامل السراج الآن في حافظ القاضي بدت تنتج مرة أخرى، وقسم من معامل الخياطة وخصوصا القمصلة وغيرها بدت تنتج؟ لأنه الكلف عندنا أصبحت أقل من عندهم، وبالتالي إحنا نقدر ننافسهم. بس سابقا هم كانوا يدزون لنا بضاعة مغشوشة مثلا. طيب. الجلد نوعيته رديئة. نعم نعم. بس أنا لما أشتغل الجلد نوعيته غالية بدولار ودولار نص الفوت أو القدم الواحد، بينما هو عند الفوت بنص دولار. نعم. لأنه نوعيته رديئة ونوعية غير جيدة، فطبعا ينافسني. إحنا بحاجة لوضع مواصفات وبالتالي وضع رسوم جمركية. نعم. على المنتج. نعم. المستورد للعراق. خلينا نشوف سعد من حقوق. خلينا نشوف سعد من بغداد. أهلا وسهلا بك سعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا باشا نسيتونا نبي احنا من الست عالية صيف اخذتنا وشوي الضيف الكريم اخذنا. تفضل. انا اسال، انا سعد الشهري من بغداد. اول نعم. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. انا اسال الست عالية صيف. نعم. السيد الضيف. نعم. كم معمل اسمنت عندنا في بغداد؟ في العراق. في العراق. بالعراق. كلها معطلة. نعم. الى 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 المنطقة. معامل اسمنت. معامل السمنت احنا. نعم. نستورد سمنت ايراني والسمنت الايراني اردى نوعيه في المنطقه واللبناني. نعم. يعني انا مجرب، انا المتكلم مجرب بالماده تنزلني زين ونوعيه رديئه الى ابعد الحدود. زين. طيب. ارجع ارجع اسال الست عاليه الصيف في لجنه النزاهه، وانا اجل احترامي لها واحترمها بشكل ما الى غسيل. نعم. قانون حمايه المستهلك. أنا أرجع لهذا قانون حماية المستهلك، شو كيف راح ينطبق؟ نعم.
احنا مو بس نحشي على صناعه انه السمنت والطحين والزيوت اكيد اكيد والعقيشه والانسجه، لكن هاي هسه الكراده مليانه منتوج صيني مستهلك. هسه صيف احنا كهرباء ماكو، راح اشتري مولده اخاف اشتري مولده. يعني هاي حمايه المستهلك هو من حق الفرد العراقي اكيد، من حقه هذا استحقاق، اقل استحقاق هذا. نعم. ويصير عليه توافقيات يعني الله ما يقبلها، يعني البرلمان هذا. نعم. السيد اللي بالوي وانا طيب. اسال الست حاليا وصيف وانا عرفت أسئلتك واضحة أسئلتك واضحة، وشكرا جزيلا على هذه المداخلة. وخلي نشوف ست عالية، يا ريت تجاوبنا على بعض الأسئلة. نعم، يعني حقيقة كنت في بداية كلامي أقول 52 شركة، 13 شركة من أهلي. نعم. فقط تعمل وتعمل بشكل تمويل ذاتي والاستراتيجي. وذكرت أيضا بأن التركيبة البنيوية للعملية السياسية القائمة على أساس مخصصة عطلت الكثير منها من القوانين. نعم. منها قانون الجمهورية أو قانون حماية المستهلك. نعم. أنا حنطيك مثل بسيط على أحد الشركات. نعم. وخلي يسمعون، يعني إحنا تدري إحنا دولة رقابتنا مو كل الأمور شلولها بإيدينا. نعم. وخلي يسمعون المستثمرين بملف الطاقة. المستثمر ياخذ الشركة جاهزة وكانت منتجة قبل عام 2004. وهي تعتبر من اول الشركات في العراق، هذه شركه الاسمده. نعم. الدوله تقوم بدفع رواتب الموظفين اولا، وتدفع اجور الكهرباء، وتسدد فاتوره الغاز، وتقوم على تشغيل المستثمر، ولكن حصتها من الانتاج الدوله ما تسدد منها. ليش؟ لان المستثمر يقوم ببيع هذه الحصه لمصلحه نفسه وما ينفد هو لهذه الشركات، لذلك اغلب الشركات بهذه الطريقه نتيجه الفساد واحالتها الى مستثمرين على اساس فساد يعمل بهذه الطريقه، فتتوقف يعني بمرور الزمن تتوقف عمل هذه الشركات، لان يعني المنتوج هذه الشركه هو يريد يبيع مرتين دون ان يعيد ديمومه وتاهيل على. نعم. هذه الشركات. نعم. فبالتالي تترتب الديون على هذه الشركات، ويطالب قرار اخرى الدوله بتقسم هذه الديون باعتبار هذه الديون ترتبت على الدوله، وهكذا هي كل الشركات اللي صوت غير واضح. ست عالية صوتك غير واضح بصراحة، يعني ما أعرف اليوم مشكلة بالاتصالات، أعتقد السبب يعني ما أعرف هي هالاتصالات الموجودة. إحنا نشوف اليوم الصناعات وتكلمنا كثير عن المعامل، أكو بصراحة معلومات على أنه بعض المواد الأولية، وهذا طبعا نسبة 50%، يقال أنه بعض المواد الأولية موجودة ومتوفرة وموقع عليها يعني قبل 2003 أنه تستمر. شنو الفائدة منها؟ وين شنو الاستثمار اللي استثمرته هذه المصانع وهذه المعامل لهذه المواد الأولية اللي موقع عليها وده تجي؟ يعني هو الحقيقة القطاع العام، ولو ست عالية تركز دائما على القطاع العام مع الأسف، لو صرت تركز على القطاع الخاص. نعم. أفضل، لأنه هو البناء الحقيقي لأي دولة عن طريق القطاع الخاص. نعم. حتى الصين دولة. نعم. اشتراكية كانت. طيب قبل ما تكمل خلينا نشوف اللي يزعلون علينا المواطنين، خلينا نشوف أبو أحمد من الديوانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. ان شاء الله احنا من الديوانيه، واحد من الديوانيه اللي حقه ان شاء الله. اهلا وسهلا بك ابو احمد. اخي الكريم، احنا كمواطنين عادي احنا جاي نتابع ونلاحظ بالنسبه لاكو دعم بالنسبه للقطاع الخاص بالدوله، المصانع معطله على مستوى النسيج، مطاعم الديوانيه معطل. نعم. يعني المصانع اللي خاصه بالدوله الدوله ما تهتم بها، شلون الدوله تهتم بالقطاع الخاص اللي يخص قطاع خاص المواطنين وغيرها؟ ولذلك احنا الدوله يجب ان تخطط تخطيط منهجي علمي مدروس تدعم. نعم. القطاع الخاص وتهتم بمعاملها بمصانعها. ابو احمد كم معمل اكو بالديوانيه؟ عندنا معمل بالنسبه للمطاعم موجود بالديوانيه. نعم. بالنسيج. نعم. اكو بيها انتاج؟ اكو بيها انتاج؟ ما في انتاج من صفر، ولذلك بعض الموظفين. نعم. حولوهم للتربيه ودوائر الدوله وغيرهم. طيب. ما عندهم عمل وانتاج. نعم. القطاع الخاص شلونه بالديوانيه؟ القطاع الخاص. نعم. القطاع الخاص شلون عمله بالديوانيه؟
هسه القطاع الخاص بعفونته اخي الكريم، ماكو دعم من الدوله، ماكو اهتمام من الدوله، من اي دوله تهتم هذا الجانب؟ نعم. ولذلك الناشد الحكومه يعني هاي الحكومه والحكومه المقبله. نعم. يعني في هذا الجانب اللي هو القطاع الخاص باعتبار يكون شريحه واسعه من الناس اللي هي قوتها واعتقادها قويه. طيب. وكذلك ولذلك اكو قضيه في الكريم. نعم. احنا نلاحظ مثلا كل اللي يدخل البلد يعني الانتاج وغيره المواد اللي يدخل البلد يعني ما قصد مراقبه ومتابعه، كل الصيني يتبعها ولذلك البلد المواطن ما يستفاد من عتها، يعني اموال البلد تنهب ما نستفاد من عتها تمام. اكيد نعم. ولذلك يعني بالنسبه لي نترجى ونتوقع عن البرلمان الجديد والنزاهه وغيرها تتم هذا الجانب اخي الكريم. نعم. نعم شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك على هذا المداخل أم. شكرا لك، شكرا لك. ست عاليه تسمعيني اعتقد، المرحله القادمه ست عاليه اذا تسمعيني اعتقد انقطع الاتصال. نرجع للاستاذ عبد الحسن مثل ما تفضل ابو احمد، اليوم نشوف المعامل اصلا الحكوميه اللي هي القطاع العام مهملة ويعني ما بيها لا إنتاج ولا بيها، والموظفين قد يتركون العمل أو يتحولون على غير وزارات أو يستلمون راتب بدون أي فائدة للمصنع أو للمعمل اللي يعود بيد الوزارة. القطاع الخاص يعني قد تقريبا نسبة الإهمال، هل نفس الموازات؟ 95% من القطاع الخاص توقفت معاملهم. نعم. بصراحة هذا، والقطاع العام من المعامل اللي هم كلها تشتغل 16 معمل رابحة. خلي أضرب مثل طبعا. نعم. ولو ست عالية تركز دائما على القطاع العام. نعم. مثلا معمل نسيج الكوت ينتج من أفضل أنواع الملابس والنسيج في الشرق الأوسط كله. نعم. وفي العالم بصراحة. نعم. الآن إنتاجه ما يتجاوز 10%، مع العلم به 5000 منتسب. 5000 منتسب بينما. نعم. كان قبل 2003 ما يتجاوز 800 منتسب. نعم. الآن 5000، هذا الهدر الكبير بالاموال مقابل عدم وجود انتاج، وكان مغطي الحاجه للسوق المحليه العراقيه قبل 2003. اذا احنا ليش بنرجع لهذا الموضوع وبنبدي نفعل هذه المعامل؟ الحقيقه اكو موضوع مهم جدا، اكو 4 قوانين تم البرلمان صادق عليها في 2010 وصادقت عليها رئاسه الجمهوريه ونشرت في الجريده الرسميه ومتوقفه لحد الان لم تنفذ. هي قانون التعرفه الجمركيه اللي نفذ بشكل جزئي وبسيط جدا لا ينفع. نعم. وقانون حمايه المستهلك والمنافسه ومنع الاحتكار، وقانون حمايه المستهلك اللي هو افضلهم، لانه هذا القانون لو يطبق وحده. نعم. سوف تعمل 90% من المعامل المتوقفه، لانه هذا القانون راح ينطي المواصفات على كل بضاعه تستورد من خارج العراق، وبالتالي سوف لا يتمكن التاجر من الغش في البضاعه المستورده. طيب. يجب ان تكون مطابقه للمواصفات المعلونه عليها، وهذه المواصفات يجب أن تطابق المواصفات أما العالمية أو المواصفة العراقية. صدقني لو ينفذ هذا القانون وحده اللي مجمد منذ 4 سنوات قانون حماية المستهلك، سوف تنهض 90% من المعامل تعيد نشاطها مرة أخرى وبقدرات ذاتية ما تحتاج الدولة إطلاقا ولا تحتاج كهرباء الدولة. طيب. ليش؟ لأنه تقدر تنافس المنتج المحلي الوارد للعراق. كلمة أخيرة أستاذ كلمة أخيرة أتمنى أن تفي بوعدها الست عالية ونلتقي برئيس الوزراء، لأن سنكون هذا وعد، هذا وعد. الموضوع الآخر نتمنى دعم الصناعة العراقية وخصوصا القطاع الخاص. نعم. ونقل القطاع العام إلى منتسبيه بنسبة 50% من أجل أن يكون الموظف رقيب على نفسه وعلى زميله، من أجل إعادة الإنتاج لهذه المعامل لأنه معامل عملاقة ومتطورة ومتقدمة، والآن كلها خلال هاي السنوات العشر المضت كلها جددت بشكل كامل، ولا لأنه أنا أحد المجددين لأحد المعامل، يعني مؤهلين أحد المعامل في بغداد. إذن كل المعامل مؤهلة ولكن الموظف لا ينتج لأنه لا يستفاد في حالة الإنتاج. إذا أعطي 50% حوافز إليه سوف يبدأ الإنتاج على قدم وساق وبثلاث وجبات يوميا في هذه المعامل والمصانع وستصبح كلها رابحة. نعم. أكو أمل؟ الحقيقة الأمل بالقرار السياسي وبالقيادة العراقية، الأمل يرتبط بالبرلمان ورئيس الوزراء حصرا. نعم. نعم. والأهم رئاسة الوزراء هي اللي تصدر القرارات اللي ما تحتاج الرجوع إلى البرلمان في هذا المواضيع. طيب. طيب الأستاذ عبد الحسن الشمري رئيس التجمع الصناعي، شكرا جزيلا اليوم. شكرا جزيلا. على حضورك اليوم ويانا. أشكركم جدا. وعلى هذا الكلام، وشكرا جزيلا أيضا للسيدة عالية صيف من لجنة النزاهة البرلمانية.
مشاهدينا الوقت بصراحة ما بقى منا إلا القليل، راح آخر كلمة نقولها، العراق سابقا كان بلد صناعي، اليوم مو بلد صناعي، وكان أيضا بلد زراعي، اليوم أيضا مو بلد زراعي، هو يستورد من كل الدول حتى أبسط الفواكه وأبسط الخضروات، وكان بلد سياحي، اليوم أيضا مو بلد سياحي، وكان بلد أيضا مو بلد إلا بلد سياسي على طول هذه السنوات، فقط السياسة في الساحة العراقية هي الموجودة وهي المسيطرة فيما لا